خال عديل أو عبيد بدأ يجمع الناس للحج وارسل الناس إن يسجلون اللي يبي يظهر اللي ما قضى فرضه، وزيادة عليهم أرسل ناس مخصوص عشان يحمون عجيل، لأنهم توقع إن فرحان من يدري إن عجيل ظاهر وظهر من عنده خواله يبي يتبعه وياخذ بثاره. وفعلا هذا اللي صار. فرحان من داه يسمع إن عجيل ظاهر للحج قال هذه فرصتي أبذبحه وباخذ بثار أخوي يفرح، ولحقهم للحج. عبيد، شفت فرحان؟ وين شفته؟ قريب حولنا في المشاعر، ووصيت على هالربع، قلت إن كان نقرب منا يوقفون عند حده. ذكر الله يا رجال، حنا في الحرم، وبدع الله إن الله يلين قلبه ويغفر ذنوبنا إن شاء الله ويتمم الحج. عجيل كان مبسوط جداً، اللي حوله مستغربين، هل حين الرجال لاحقك أليم الحج ويبي يذبحك وانت تبتسم ومستانس؟ قال بلاكم ما تدرون هذا فرحان، والله لو يبيني من ألف رجال أن يجيبني، لكن بيض الله وجه ولد عمي، هل اللي خلاني إلينا حج ثم يبي يذبحني؟ هذه رجولته، هذه مروءته، هذا اللي أنا خابر في ولد عمي. وفوق هذا الناس من أول كان عندها ثوابت، رغم العداوة، رغم الغضب، رغم الدم اللي بينهم، لكن فيه احترام للتقاليد وللمروءة، وفوق هذا كله ما يذبح آدمي وهو محرم، ما يذبح حتى لو عصفور، فما بالك بنفس بشرية. ولهالسبب كان عجيل مستانس وفي نفس الوقت فرحان يحتريه. في هالفترة كان عجيل مشغول بالدعاء من يصحى ألين ينام، رغم الأخبار اللي تجيه عن فرحان، لكنه يدعي إن الله يغفر ذنبه قبل لا يموت بذبحته الفريح، وأيضا يدعي إن الله يهدي فرحان ويعتقه لوجه الله.